السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي هوريكم كيكة الطاسة، ازاي هنعمل الكيكة دي على البوتاجاز في قلب الطاسة. ودي الكيكة بتاعتنا اهي، بعد ما زيناها وخلصناها من غير قرطاس. شايفين قد ايه جميلة وعالية؟ تعالوا بقى نشوف طريقة التورتاية الحلوة دي. احنا عاملينها عشان عيد ميلاد حازم، النهاردة تم 7 سنين. فهنشوف بقى التورتاية الحلوة الهايلة دي احنا عملناها ازاي حبايبي. والكيكاية دي عملتها برضو لابني في العيد ميلاد. الكيكاية ديت بسيطة جدا، مش بلبن خالص، دي بمية. وهوريكم مقاديرها وكل حاجة ان شاء الله في فيديو تاني. دلوقتي احنا هنشوف مقادير التورتاية زي ما احنا قلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي هنعمل تورتاية الطاسة. التورتاية دي نعملها بمناسبة عيد ميلاد ابني حازم، عنده دلوقتي 7 سنين. كل سنة وانتم طيبين وهو طيب. هقول لكم دلوقتي المقادير بتاعة التورتاية. التورتاية دي هنحط كوباية ونص دقيق، ولو بالمعلقة يبقى 11 معلقة دقيق، معلقة تكون مليانة هرم. وعليهم هنحط 6 معالق كاكاو، 6 معالق كاكاو اللي هي نص كوباية كاكاو. وعليهم كيس بيكنج باودر، مفيش بيكنج باودر، هنحط معلقة بيكنج صودا. و11 معلقة زيت اللي هي برضو المعلقة اللي هي بتاعت الأكل. و3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، و225 ملي حليب اللي هي كوباية حليب، مج حليب كبير، و9 معالق سكر اللي هم هيبقوا كوباية سكر. المقادير الجافة ومعلقة خل. هنجيب المقادير الجافة نحطها على بعض كلها في إناء، وهننخل الدقيق والكاكاو كل المقادير الجافة دي على بعض والبيكنج باودر. تعالوا نشوف خطوة بخطوة. همسك دلوقتي الدقيق بتاعنا اهو كده، نحط عليها الكاكاو، نحط عليها بقية الدقيق. دلوقتي اول خطوة احنا نخلنا الدقيق على الكاكاو، هحط عليه كيس البيكنج باودر او معلقة البيكنج صودا المتوفر عندك. هقلب الخليط زي ما احنا شايفين اهو بالمعلقة، عم احس كل الخليط بقى بتاعي متجانس، يعني الكاكاو ومفيش حتة بيضة دقيق وحتة غامقة كاكاو، كله بقى لون واحد. الخطوات ديت على قد ما احنا بنقول خطوات بسيطة بس بتفرق معاكي في النتيجة. اول خطوة اهي عملناها خلاص كده، خطوة جيدة. هجيب الشفشق بتاع الكبة بتاعتي وحاطه فيه الخافق، طبعا يكون جاف وناشف مفهوش مية خالص، ودي هتفرق معاكي كتير في النتيجة بتاعت اما تضربي البيض. دلوقتي احنا كسرنا 3 بيضات، هنحط عليهم كيسين الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايبة ممكن تحطي معلقة فانيليا سايبة. دلوقتي احنا حطينا البيض وحطينا عليه الفانيليا، هاجي كده اجيب الكبة بتاعتي، اول حاجة احطها البيض والفانيليا ومعلقة الخل. شغل بقى الكبة، عايزين نشوف البيض والفانيليا ومعلقة الخل حجمهم قد ايه. يدوبك اهم يعتبر حجم صباع واحد من ايديكي،
تعالوا بقى نضربهم ونشوفهم هيبقوا عاملين ازاي. رجعت لكم تاني علشان اوريكم النتيجة الهايلة من صباع واحد تضاعفت الكمية ازاي. ما شاء الله، بصوا البيض والمعلقة الخل بقوا عاملين زي المرنج ازاي، كريمة بيضة اهي. هبتدي هحط السكر وبرضو هرجع اضرب تاني. تاني برضو بعد كل خطوة بوريك النتيجة، ودي النتيجة بتاعتنا بعد ما حطينا السكر. هبتدي احط الزيت وهضرب تاني، وادي النتيجة بعد ما حطينا الزيت. هبتدي احط اللبن، وادي حبايبي الخليط بعد ما خلص هبتدي هحطه على الدقيق والكاكاو بتاعنا. بسم الله، وقلبي على ناحية واحدة. لو في سكر باقي في الكبة نزليه بالمعلقة. ادينا قلبنا لحد ما لقينا ان الخليط بتاعنا كله اتمزج كده ببعضه، مفيش عندي اهو دقيق ولا كاكاو تاني، معلهوش الايه الخلطة اللي احنا عملناها في الخلاط دي. هبتدي بقى هقسم الخليط بتاعي ده لثلاث مراحل. دلوقتي انا جهزت اهو ثلاثة اناء، هنحط في كل واحد كمية قد التانية بالظبط من الخلطة اللي احنا عملناها دي. دلوقتي اهو بعد ما قسمناهم، اديني رجعت لكم تاني، احنا قسمناهم في ثلاثة زي بعض. هبتدي بقى خطوة ان انا هسوي الخليط ده بتاعي ده. سويه ازاي؟ مفروض دي كيكة الطاسة، مقاس الطاسة 22 تيفال جرانيت اللي موجود عندك. انا علشان ما عنديش طاسة مقاسها 22، فانا فضلت ان انا اعملها في الحلة الستانلس دي، هي حلوة نوعها حلو ما بيلزقش فيها حاجة. هنجرب معانا ونشوفها برضو ما نعمل فيها هنعمل ازاي. ابتديت حطيت زيت، هدهنها كده زيت من الجناب، وهحطها على النار تسخن. دلوقتي حبايبي احنا سيبنا الحلة دقيقة واحدة على النار، سخنت من تحت. هبتدي هجيب كمية من اللي احنا عاملينها دي هفضيها كده، دلوقتي حبايبي احنا فضينا الكمية كلها اهي في الحلة وانا موطيه النار، موطيه النار خالص على الحلة. هسيبها، هي مش هتكمل 8 دقايق علشان نبقى عارفين الوقت هي هتاخد قد ايه، مش هتكمل يعني 8 دقايق. ممكن قبل ال 8 دقايق احنا يعني هنستنى بالظبط 4 دقايق بالظبط وهي ولا عليها النار هادية كده، وهبتدي هعلي الغطا واشوف كده وارجع تاني. تعالوا حبايبي نبص عليها، شايفين النار ولع اهي ضعيفة خالص، ودي الكيكة بتاعتنا اهي ما شاء الله ابتدت تعلى. تعالوا حبايبي كده عدت الثمان دقايق، تعالوا نختبرها. هاتي سلاكة طلعيها، ما خدتش عجينة اهي كده خلاص دي خلصت. هبتدي بقى اشيلها واوريها لكم اهي. انت طبعا لو عندك طاسه هتبقى النتيجه افضل كمان،
ما تيجي تطلعيها كده مني انا، انا عشان مش عندي الطاسه تيفال او الجرانيت، فانا عشان كده عملتها في الحل. بس اهي ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهي، شايفه جميله ازاي. هبتدي اخد بقى، هغسل بقى الحله دي وهرجع ادهنها زيت تاني وارجع احط فيها كميه تانيه. طيبي الحله نشفت، حطيت الزيت، هدهن كده وهدهن برضو من الجناب. الحله بتاعتنا سخنه مطرح ما احنا نشفناها من الميه. هبتدي اخد الكميه التانيه برضو، حط الفوطه الصغنططه وهقفل الحله وهديها عليها كده وهحطها على النار. برضو النار زي ما احنا شفنا واطيه خالص. هذه الجزئين اهم. دلوقتي حبايبي هنشوف، احنا خلاص الجزء الثالث من الكيكه على النار اهو بيستوي. هنشوف بقى الجزء اللي احنا هنغطي بيه الكيكه من فوق. دول معانا زي ما احنا متعودين من اول الفيديو، بناخد بالمعلقه. دول 4 معالق كاكاو 30 جرام. ابتدي افضيهم كده. وده 1/4 كوباية لبن، لو حطيناه بالكوباية الصغيرة بتاعت القهوة دي هيبقى كوباية قهوة صغيرة. ونص كوباية سكر، انا هحط نص كوباية السكر الاول على 4 معالق كاكاو واديهم تقليبة كده. الكاكاو والسكر على بعض قلبناهم، هبتدي احط عليهم 1/4 كوباية اللبن. حطينا الاناء بتاعنا ده وهنحطين فيه السكر والكاكاو واللبن. هقلب كده على النار لحد ما احس ان السكر، انت بتقلبي كده باين في قلب المعلقة ان هو ايه لسه ما دبش. هفضل اقلب كده لما احس ان السكر بتاعي بيدوب. كده السكر بتاعنا ابتدى يدوب اهو، حاسين بيه خلاص اهو. واحنا بنقلب حاسين ان الخليط كله متماسك ومتجانس مع بعضه. هبتدي بعد كده انزل بالزبدة دي اهي، نفس المقدار اللي احنا حطيناه سكر بنحطه زبدة. التاني الخليط بتاعنا جميل اهو، ممكن نحط بقى كمان نقطتين فانيليا يدوكي ريحة جميلة مع الزبدة ومع الكاكاو واللبن. بعد ما اخلص الخليط ده نحطه في التلاجة لما يبرد، علشان ده اللي هنحطه على وش التورتاية. بس الخليط بتاعنا ابتدى يتقل ازاي، هبتدي بقى اطفي عليه وهسيبه لما يبرد احطه في التلاجة. دلوقتي حبايبي خلصنا التلات اجزاء من الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها للكيكة. ادي بسم الله ما شاء الله، ادي واحدة، التانية، التالتة. شايفين نتيجة هايلة. مع غدودة دايما بنشوف كل جديد. تعالوا بقى هنعمل كريم شانتيه عشان نحطه في فريزر، عشان ده اللي هنزين بيه هو والشوكولاتة اللي احنا عملناها. نشيل بقى الكيكات دي عشان تبرد. دلوقتي هجيب الكريم شانتيه، ادي كوبايه
ونص كريم شانتيه، ده بعشرة جنيه كريم شانتيه خام. وادي كوباية سكر، وهنحط عليها كوباية وربع لبن. تعالوا الأول نطحن السكر. دلوقتي حبايبي أول حاجة عملناها طحنا كوباية السكر، وهنحط عليها الكوباية ونص دول بتوع الكريم شانتيه الخام. بعد كده هحط كوباية وربع لبن، متحطيش لبن كتير مرة واحدة، ممكن يكون الكريم شانتيه النوع اللي انت جايباه ما بيشربش لبن كتير فيبقى خفيف معاكي، وانت عايزاه تقيل علشان تحطيه جوه الحشوة بتاعت التورتاية. الربع كمان اهو، انا كده حاطة كوباية ونص لبن. مش متوفر عندك لبن ممكن تحطي على الكريم شانتيه مية ساقعة اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله جميل ازاي وحلو. هبتدي بقى انقله في طبق واحطه في التلاجة او في الفريزر عقبال ما نيجي ايه نزين التورتاية. دلوقتي حبايبي هحط طبقة من الكريمة اهي، وافردي ابتدي افرشها كده. دي طريقة جديدة لعمل التورتة على عين البوتاجاز، تورتة الطاسة. دايما على قناتي غدودة كلام ستات بحب اقدم لكم حاجات جديدة وافكار جديدة. المرة اللي فاتت في التورتاية اديتكم فكرة ازاي تقسميها بالخيط، اللي ما شافش الفيديو يبقى يروح يشوفه. والناس الجديدة معنا في القناة ما تنساش الاشتراك واللايك، وتسيبوا لنا تعليقات كده تشوفوا الحاجة بتاعتنا بتعجبكم ولا لا. وزي ما عملنا في الجزء اللي فات هبتدي برضو الجزء ده اهو نفس النظام. دي معلقة كاكاو وعليها شوية لبن ومعلقة سكر، قلبناهم وندهن بيهم الوش. دي بالطبقة الأخيرة حطها برضو. اجي كده هاجي اعمل كده عايزه الجناب كلها تبقى متساويه. هبتدي الف الطبق اقرب عشان اوريكم. بسبب السكينه كده اطلعي لفوق كده كده كده، بصي كده داير ما يدور اهي. احنا سوينا الكريمه طلعنا بيها كده لفوق بالسكينه. ابتدي اجيب بقى الطبقه اللي احنا قلنا هنغطي بيها وش التورتايه اهي، ابتدي انزل بيها كده وامشي كده. دلوقتي اهو بعد ما سوينا الشوكولاته كده على وش التورتايه كلها بالشكل ده، كلها مساويه اهي شكلها حلو. هبتدي بقى هاتي عندك اي نوع مكسرات كده هنزينها من غير قرطاس، اي نوع مكسرات. انا عندي سوداني، ممكن يكون عندك فستق بندق لوز زي ما تحبي. ودي التورتاية بتاعتنا اهي، بعد ما حطينا السوداني على الوش مسكنا بقى السكينة وسويناها كلها من الجناب علشان كلها تبقى نفس الشكل ومن فوق كده الشوكولاتة. دلوقتي جبنا كيسين بسكوت اهلاوي اهو بشرناهم، وهبتدي اخد البسكوت ده اغطي بيه الجناب.
وادي التورتايه بتاعتنا اهي بعد ما غطيناها كلها من الجناب، تورتايه الطاسه شايفين عاليه وجميله ازاي. اوريكم برضو قطعه منها، وادي اهي قطعنا قطعه منها، ودي التورتايه بتاعتنا بعد ما خلصت. وبالهنا والشفا، وما تنسوش الاشتراك في القناه.